نجوم القوة الجوية يطالبون الإدارة الجديدة بتقديم كل ما لديهم خدمة لكيان النادي. نادي قوة جوية نادي له اسم وله تاريخ وله قاعدة جماهيرية وصاحب إنجازات. أتمنى من الفائزين يخدمون هذا النادي ويفتحون صفحة جديدة بوجود السيد القائد إن شاء الله مهتم بهذا الموضوع، مهتم بهذا النادي. احنا كنادي القوة الجوية، كجمهور نادي القوة الجوية، كحتى محبي نادي القوة الجوية يتأملون ان تجي ادارة تليق باسم نادي القوة الجوية. اكيد احنا ما نريد نمسخ العفو الادارة السابقة، الادارة السابقة عملت وحصلت على بطولات خارجية وعلى بطولات دوري وكأس. المدربين يعتنون بالكوادر التدريبية وبالفئات العمرية، وإن شاء الله يعني إحنا إن شاء الله ما يقصرون إن شاء الله. إحنا أي واحد يكون إذا من ابن النادي أو خارج النادي، بس أهم شيء عندنا بين يكون يستلم النادي وأمانة.